أعزائي الطلبة، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله سنحاول أن نحدد على خريطة العالم هذه التي بين أيدينا الدول الأعضاء أو دول منظمة الأوبك. دول منظمة الأوبك، منظمة الأوبك قلنا يا ربي أنها منظمة الدول المصدرة للنفط، تأسست ما بين 10 إلى 14 سبتمبر 1960 من قبل خمس دول. خمس ماذا؟ دول. سبب تأسيس هذه ماذا المنظمة هو أنه عندما تم اكتشاف البترول في دول الشرق الأوسط ودول العالم الثالث لم تكن لديهم التكنولوجيا التي تمكنهم من استخراج هذه المادة، فطلبوا المساعدة من الدول الغربية، فجاءت دول الغرب الشركات الغربية إلى هذه الأراضي فاستخرجت هذه الثروة، لكن تحكمت في السعر حيث أصبح يباع البرميل واحد للنفط بدولار واحد، فكان هذا لفائدة ماذا؟ الشركة والوطن الأم لهذه الشركات على حساب ماذا؟ على حساب الشعوب، شعوب هذه الممتلكات. إذن هذه الدول سنبدأ على بركة الله في عملية التحديد. أول شيء إيران، هاوليك إيران، لونه إيران، ثم بلاد فارس، تلاحظ اللهجة العربية كما يعرف به فارس، ثم دولة عربية. إذا إيران دولة مسلمة ليست بدولة عربية، علاقتها مع دول المنطقة متوترة جدا، مع السعودية مع الإمارات، ثم العراق. لاحظ جيدا، عندك العراق هيليك، عندها حدود مع إيران، حدود مع إيران. تحت العراق عزيزي الطالب هناك دولة صغيرة عربية هي الكويت، هي الكويت، لاحظوا، لاحظ جيدا، العراق تحتها دولة صغيرة هي الكويت، ثم شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية أو المملكة العربية السعودية اللي تأسست عام 1992 آل سعود، ظهرت الأسرة آل سعود بعد ما اتحدت مع محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية، مؤسس الحركة الوهابية. إذا عندك إيران، عندك أيضا ماذا؟ العراق، عندك الكويت، عندك شبه الجزيرة العربية، إحدى يعني دول من منطقة الشرق الأوسط. ثم عندنا أيضا دول أخرى في قارة، في أمريكا الجنوبية، في شمال أمريكا الجنوبية، ألا وهي فنزويلا. ربما تتساءل عزيزي الطالب على أني لونت هذه الدول كلها بنفس اللون، لماذا لونها بنفس اللون؟ لأنها هذه الدول الخمسة هي الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك. معناه إذا قال لك حدد على الخريطة ووقع على الخريطة الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك، هي خمسة، هي ماذا؟ خمسة، التي حضرت مؤتمر ماذا بغداد ماذا بالعراق عام 1960. هي لاحظ جيدا إيران، هاي لك إيران، إيران، ثم عندك العراق، ثم عندك أيضا الكويت، معليش الكويت، ثم السعودية، الكل يعرف السعودية، السعودية، إذا أربع، ثم عندنا فنزويلا، فنزويلا. بعد ذلك عزيزي الطالب احنا قلنا خريطة بدون مفتاح يمكن لا يمكن قراءتها، حنجي الى هنا ونضع اللون الازرق، اللون الازرق، ونقول الدول المؤسسة لمنظمة، منظمة الاوبك، المؤسسة لمنظمة الاوبك. اذا الى جانب هذه الدول هناك دول انضمت فيما بعد لمنظمة الأوبك. حنبقى دائما في قارة آسيا، مثلا عندنا قطر، هايليك قطر، شبه جزيرة القطر، شبه جزيرة عندها حدود مع السعودية. بعض الاستعمار يعني فتت هذه الدول وظهرت هناك كيانات صغيرة، العراق الكويت صغيرة خلاص مع قطر. ثم عندنا أيضا الإمارات، الإمارات العربية المتحدة تكون من 7 إمارات، منها دبي، منها أبوظبي، منها رأس الخيمة، غيرها. إذا خرجوا دائما الأسهم ونكتبوا، وضحوا للمصحح دائما، حاولوا وضحوا له قطر، قطر، ثم عندنا هنا الإمارات، الإمارات، نعم، العربية المتحدة، هذه في القارة الآسيوية. شحال عندي دولة؟
قارة آسيوية، عندي إيران، عندي العراق، عندي الكويت، عندي قطر، عندي الإمارات، عندي المملكة العربية، ماذا؟ السعودية. إذا ثم نتجه إلى قارة أخرى وهي القارة السمراء. هنبدأ حتما دائما ببلدنا العزيز ألا وهي الجزائر. هاك تشوف الجزائر، قلناها لأن الجزائر أتمنى دائما تكون خضراء زاهية. الجزائر، نعم الجزائر. ثم دولة أخرى تشهد اضطرابات داخلية، حرب أهلية بين شعبها، وهي ليبيا. ليبيا عندها حدود مع الجزائر في الجهة الشرقية، هكليك عندها حدود أيضا مع مصر، عندها حدود مع تونس، عندها حدود مع تشاد، وكذلك عندها حدود مع النيجر. هاي تشاد، تشاد. إذا ثم دائما حاولوا ندخلوا المصحح بأننا فاهمين الجزائر. ثم عندنا ليبيا، تكتب يمكن ليبيا مساحتها كبيرة. ليبيا، نبقاو دائما في القارة السمراء. عندنا أيضا نيجيريا، لأن الكثير منا لا يعرف أين هي نيجيريا. إذا كيف سأجد أنا نيجيريا؟ إذا عندك الجزائر، الدولة اللي تحد الجزائر من الجهة الجنوبية، لاحظوا الجهة الجنوبية يمكن نقولوا الشرقية، هي عندنا مال، هي النيجر، عفوا هي النيجر. إذا بعد ذلك سنمر عبر إلى منطقة أخرى وهي نيجيريا. هاك تلاحظ وهي نيجيريا، ناخذ لون آخر، معذرة لون آخر، هي نيجيريا. هاك تلاحظ نيجيريا. إذا الجزائر خليو دولة وهي النيجر، ثم جينا نيجيريا، ثم جينا ماذا؟ نيجيريا. هاي ليك نيجيريا، نيجيريا. لاحظ جيدا، الجزائر، النيجر، بعد ذلك تأتي نيجيريا. الجزائر، النيجر، ثم تأتي نيجيريا، أيضا نيجيريا وليبيا من بين الدول الثرية والغنية في مادة ماذا؟ في مادة النفط. بقيت دولة أخرى أيضا في القارة السمراء ألا وهي أنغولا. الآن أنا لا أعرف أنغولا، كيف سأجد أنغولا هذه؟ أول شيء حنحسب عملية حسابية، هنقول جنوب من الجنوب، نبدأ من الجنوب لأن أسهل، عملية إيجادها تكون أسهل. جنوب إفريقيا، ثم عندي دولة ناميبيا، نخلي جنوب إفريقيا هاي ليك، ناميبيا نخليها ونجي لهذا اللون، هذه البقعة هذه وهذا الشكل الهندسي. هاك تشوف هاوليك، هذه أنغولا، أنغولا. هاك تشوف أنغولا، لاحظ جيدا. كيف سأجد ماذا؟ نيجيريا. الجزائر أترك دولة وهي النيجر، حتى وكنت ما نعرفهاش، معليش نخلي دولة بين الجزائر ثم تجي نيجيريا. الجزائر نخلي دولة ثم تجي نيجيريا تحت هذه الدولة اللي خليتها. أما أنغولا كيف سأجد أنغولا؟ لاحظوا نبدأ من الجنوب، جنوب إفريقيا، ناميبيا، ما نعرفش أنا ناميبيا، المهم نخلي جنوب إفريقيا ودولة أخرى، بعد ذلك نرسم أو نلون أنغولا. أنغولا، لاحظوا في القارة الإفريقية شحال عندنا، ليبيا عندنا، الجزائر عندنا، نيجيريا عندنا، أنغولا. إذا كيف سأجد نيجيريا؟ ولون الجزائر تحت، أترك دولة ثم نيجيريا. إذا أنغولا كيف؟ إذا جنوب إفريقيا ثم ناميبيا ثم أيضا تأتي ماذا؟ أنغولا. ثم نعود إلى القارة الأمريكية، نعود إلى القارة الأمريكية واللون أيضا لاحظوا جيدا الإكوادور. الإكوادور، لاحظوا جيدا عندنا فنزويلا، دايما خليو دولة وهي كولومبيا ثم تأتي الإكوادور. الإكوادور، 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 هذه عزيزي الطالب. إذا الدول هنا اللون الأزرق قلنا الدول المؤسسة، هذا إذا طلب مني، إذا طلب مني الدول المؤسسة نكتب هذه الدول، ثم نجيو إلى المفتاح، كل لون حطوا اللون. مثلا هنا هذا اللون ليبيا، عندك ليبيا، عندك مثلا لون آخر يمكن، أو نعم ليبيا، عندنا الجزائر. أكثر نوضحوا أكثر للمصحح، ربما يبحث عن المفتاح ولا يجده، بالتالي نقطة المفتاح تروح. ثم عندنا أيضا الألوان، تستعمل نفس اللون، نفس اللون اللي استعملته استعمله هنا في المفتاح. أنغولا، أنغولا، نعم هنا الدول المؤسسة تكتبها كامل، تكتب هنا، تكتب الترقم، يمكن أنك ترقم مثلا واحد،
فن واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة تكتبها هنا إذا أردت أكثر توضيح. واحد تمثل كذا، اثنين تمثل كذا، ثلاثة كذا، هكذا المؤسسة، ثم الدول الأعضاء بالألوان اللي وضعتها في الخريطة. ثم عندنا أيضا الإكوادور، الإكوادور أيضا، الإكوادور. إذا عزيزي الطالب، بعد ما أنهينا حددنا ثم وضعنا المفتاح الخريطة، إحنا عندنا لابد من عنوان الخريطة، لأن بدون عنوان وبدون مفتاح لا يمكن قراءة ماذا؟ الخريطة أو استقراء الخريطة. إذا العنوان خريطة العالم، خريطة العالم، موقع عليها لأننا وقعنا عليها، موقع عليها إذا طلب مني الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، حنقول موقع عليها الدول الأعضاء في منظمة الأوبك. أما إذا طلب مني تحديد على الخريطة، وقع الخريطة الدول المؤسسة لمنظمة أوبك، حنكتب خريطة العالم موقع عليها الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك، وشكراً.